قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلى الله عليه. تلك إذن كما ذكرت قبل قصة آدم، بل قصة البشرية كلها. قلنا اهبطوا منها جميعا، آدم وزوجه وذريته الذين في صلبه، فهو إهباط للإنسان، إهباط إلى درك الامتحان والابتلاء. ذلك قدر الله المقدر، أن يعيش الإنسان الابتلاء، وأن لا يدخل الجنة إلا بعد ابتلاء. فقد أدخل الله جل وعلا آدم وزوجه الجنة من غير ابتلاء، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، أعطاهم كل شيء ديال الجنة رغدا حيث شئتما، كل منازل الجنة وكل طبقات الجنة كل شيء أعطاهم. ولو بقي الإنسان عمره كله يتفيأ ظلال الجنة وثمارها، بل بقي الخلود كله، لما استطاع أن يحيط بنعم الجنة. ما يمكنش يقول واحد النهار وراني كملت الجنة بالمسارية، لا تكون قطعا. الجنة نعمة رغد، ومنازل ما بين المنزلة والأخرى كما بين الأرض والكوكب الدري، كما في الحديث الصحيح الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء. الإمام اللي تخرج في الفجر وتشوف ديك النجمة بيضة بعيدة كتبلك ولكن مشرقة في صفاء الأديم، هكذاك غادي يبدا يبان للناس منازل الصديقين والشهداء والأنبياء، فيقولوا ما هذاك الذي يبرق من بعيد؟ ذلك مثلا قصر عمر، بينك وبينه ما بين الأرض وذلك الكوكب الدري، يعني ملايين السنوات الضوئية بلغة الفيزياء اليوم. شيء عجيب جدا. إن أهل المنازل يعني الدرجات، هذه درجة وديك درجة، لا يتراءون يعني في الجنة كما تتراءون أنتم الآن في الدنيا الكوكب الدري اللي كيبرق مزيان في السماء. ما شاء الله، عجيب. ويحكي النبي عليه الصلاة والسلام صورة من صور الجنة، صورة مصغرة، وهذه الصورة المصغرة فيها من الساعة ما الله به عليم. بعض الصالحين كيعطيهم ربي في الجنة يسكنوا فسط واحد اللؤلؤة، حل سكن بنادم فسط حلزون ببوشة، حل سكن فسط ببوشة، هذا تصوير لؤلؤة، لؤلؤة حجرة صغيرة قد البيضة ديال الحمامة، هذه لؤلؤة، لؤلؤة مجوفة مجوخة من الداخل، خاوية من الداخل، ماشي يمكن لك تسكن فيها. طبعا انت ديك الساعة ماشي قد نملة ولا قد حشرة، كلا، بل اللؤلؤة هي الشيء الكبير آنئذ. أما أنت على طول آدم 60 ذراعا والدخول في هذه اللؤلؤة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه اللؤلؤة، والحديث صحيح عجيب رأى مخرج صحيح الجامع الصغير الشيخ الألباني، هذه اللؤلؤة لها 4 زوايا، لها 4 زوايا عند 4 القنوص حال الشكل ديال الجامع، قلت ليه وقلت ليه وقلت ليه، وكل زاوية له فيها أهلون، يعني كل زاوية عنده فيها الحور العين أهلون، وفي الزاوية الأخرى أهلون، والأخرى والأخرى الأربعة كلهم في كل زاوية له أهلون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الزاوية الواحدة لا يرون أهل الزاوية الأخرى لبعد ما بينهم، يعني هذوك اللي في ذاك القنت ما يشوفوش اللي في القنت الأخر نظرا للمسافة البعيدة، سبحان هو يمشي ما شاء الله في المشي كيلومترات هو غادي باش يوصل القنت الأخر. هذه غير لؤلؤة، غير قلنا شكل ديال حلزون أو بيضة ديال الحمامة، ولكنها في حجم الجنة ما شاء الله. فإذا كان حجم اللؤلؤة في الجنة هكذا، فكيف يكون حجم البساتين؟ يعني الخيال لا يستطيع أن يحيط بهذا. ولذلك قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رغد، وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فإذ نسي آدم ولم يكن له عزم، ابتلاه الله هو وبنوه بالحياة الدنيا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ابتلاه الله جل وعلا بالحياة الدنيا لا ترتقي حتى تتخلص من شهواتك اللي بقي فيه الرغبات الطينية والروائح الصلصالية التي هي شهوات البدن، ما عندوش الحق يدخل الجنة، إنما يدخل الجنة من صفى. ولتصفو دخل الامتحان،
والامتحان ليس في الجنة، الجنة ماشي دار الابتلاء. فإذا الله جل وعلا قدر أن يعيش الإنسان في الأرض ليتخلص من شهواته في الامتحان والابتلاء. والأرض نار، نار الشهوات، نار الشهوات يصطلي بها الإنسان، كما ذكرنا مرارا في قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ذلك وكل ما يؤدي إليه، كل ما يؤدي إليه كلها شهوات زينت للإنسان وأثقلت بها أجنحته. كيبغي يطير يحلق السماء كيلقى الريش ديالو ثقيل ثقيل بالشهوات، فيحتاج إذن إلى أن ينفض ريشه من هذه الشهوات ويتخلص منها حتى تخف روحه ويقدر على الطيران. فهو إذن في محنة في الدنيا لا بد منها حتى تصل إلى مولاك صافيا، وذلك قوله سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح. والكدح العمل الشاق، والدنيا عمل شاق. أهبط آدم وبنوه وذريته، ذريته في رحم الغيب، قلنا اهبطوا منها جميعا. وقد بينت قبل أن الخطاب في الجمع هنا ليس لإبليس، إبليس في الضمعة رب العالمين من قبل، أما هذا الخطاب فهو لآدم ولزوجه ولبنيه، لأن الله جل وعلا جعل لهذه الجماعة اهبطوا أنتم، جعل لهذه الجماعة احتمالين: الأول، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما وأن هذا الاحتمال ليس لإبليس فيه حظ، إبليس ما عندوش فمن تبع هداي ما عمره ما يتبعه، ولذلك في الكلام ليس معه. والاحتمال الثاني والآخر نعوذ بالله منه، وهو الكفر والتكذيب. فإذن إبليس طرده الله من رحمته إلى يوم القيامة، ولكن احتمال النجاة واحتمال عدم النجاة هو في حق بني آدم، ولذلك قوله تعالى: قلنا اهبطوا، أي يا بني آدم قلنا اهبطوا منها جميعا، آدم وزوجه وذريته التي في صلبه، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجعل الله إذن الأرض دار ابتلاء ودار امتحان، وهذا مبدأ عظيم في القرآن العظيم. المشكلة الأولى أن الناس ينسون أن الأرض دار ابتلاء، فيبنون فيها ما يحبون لو يخلدون فيه. غريب حقيقة فيها الإنسان، يمر بعض الأحيان ببعض المظاهر الدنيوية في شكلها وفي زخرفتها الباذخة فوق القياس، يقرأ أن الذين صنعوا هذا قوم لا يفكرون في الموت إطلاقا. ماشي معنت أن طيبات الحياة الدنيا حرام، كلا، الحلال حلال، وإنما طريقة تناول الحلال عند بعض الناس تدل على أنهم لا يفكرون في الآخرة. أما الذي عرف أن الدنيا دار ابتلاء فعلا فهو إذن لا يقيم فيها إقامة مستقر مطمئن، وإنما يقيم فيها إقامة التاجر العاقل في السوق العابر، غير مسوق دايز، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أحد المرة النبي عليه الصلاة والسلام تكى نعس على واحد الحصيرة، والحصيرة ديال العرب كما هي الحصيرة الآن ديال المناطق الصحراوية والفلالية، يصنعوها من الزعف ديال النخل، ولذلك تكون خشينة، تكون حرفها مزيان، صعيب الإنسان لما ملفش ينعس فوقها ضبره، ويكون الحصير أقسى ما يكون حينما يكون باليا قديم، الحصيرة القديمة كتكون مشوكة وصعبة أكثر من الحصيرة الجديدة. ونام النبي عليه الصلاة والسلام على حصير بال قديم، فأثر في وجهه وصفحة عنقه، من اللي ناض من النعاس خلى له الخطوط مسطرين في العنق ديالو وفي الخد ديالو. ورآه أبو هريرة رضي الله عنه في تلك الحال فآسف له، وقال له: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء لكون درنا لك شي دريبيلا. هو الوطاء فريش، يعني هذاك اللي كيكون يعني بلدي، ديروا فوق الحصيرة وتنعس. هو يضر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال إنكاري: ما لي وللدنيا، مش غندير أنا بهالدنيا غير على دريبيلا، ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب. الراكب هنا هو المسافر، قيل له راكب لأنه خرج مخرج الغالبي كما يقول علماء أصول الفقه، لأن الشأن في المسافر أن يكون راكبا، وقد يكون ماشيا راجلا، لكن الغالب على المسافر كيدوز راكب. قال له: ما أنا والدنيا إلا كراكب،
استظل تحت شجرة غادي وطيبة الشمس في الطريق مسافر غادي يركب على جمل ولا عود ولا على حمار ولا أي شيء أو على كار أو أي وسيلة من الوسائل المعاصرة، فأتعبه حر الشمس وصل واحد الظليلة ووقف وقف يرتاح، ما غادي يبتم ما غادي ينعشتم ما غادي، إنما هي وقفة استراحة ثم يكمل المسير، ما أنا والدنيا إلا كراكب. استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، فهذه الشجرة وظلها غير الثابت ما مضمونش تظل ديال الشجرة المنفردة في الشمس وفي الحر، بل هو ظل عابر أيضا وأنت عابر، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. هكذا كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تناول الدنيا، فتناولها الأغنياء منهم، الأغنياء حينما تناولوها تناولوها بحقها كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما من الصحابة الأتقياء الأولياء الأغنياء، لكن هم أغنياء بالله، أغنياء بالله جل وعلا، وذلك هو الذي يسميه أهل التربية بمقام الغنى العالي، لأن الغنى نوعان، غنى المال أو الغنى بالمال، وهو غنى النازل، غنى مرتبط بأرض فانية، غنى دنيوي فان حسابه مر إذا لم يؤد حقه، وغنى آخر الغنى بالله، الغنى بالمال والغنى بالله جل وعلا. وقد يكون الإنسان فقيرا من المال غنيا بالله جل وعلا، وقد يكون غنيا بالمال فقيرا من العلم بالله، فقيرا من حب الله، فقيرا من الدين، وقد يجمع بين الأمرين، وذلك كمال الخير، نعم المال الصالح للعبد الصالح. فالمؤمن إذا وطن قلبه وطنه توطينا على الآخرة فلا يهمه آنئذ بأي درب من دروب الدنيا سلك ولا بأي مال من أموالها مر أو عبر، فلا يبني منه إلا ما يكفيه لآخرته وإلا ما يرجوه في جنته ويقول فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا وهكذا، أي يسلطه على هلكته، الهلكة هم اللي كيهلكوا المال، وهم الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وكل أعمال الخير والبر، والله جل وعلا يزكي مثل هذا المال ويضاعفه لصاحبه لأنه يرزق به أقواما آخرين. تلك إذن هي قصة النعمة في الدنيا، نعمة الابتلاء ونعمة الاختبار. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزن، والكلمة المفتاح ها هنا البصيرة كما نقول دائما للطل منها وتشوف الحقيقة القرآنية كما هي، هي كلمة الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، ولا يرد الهدى في القرآن إلا مضافا إلى الله جل وعلا حكما أو حقيقة، إما بشكل واضح عباري بالعبارة كيكون مضاف إلى الله جل وعلا، فمن اتبع هداي، فمن تبع هداي قل إن هدى الله هو الهدى، كيجي هكذا، أو أنه يذكر مجردا عن الإضافة اللفظية ولكنه في حقيقة الأمر يؤول إليها وهو المضاف إلى الله حكما حكما وهو الهدى المطلق. فهذا الهدى المطلق لا يأتي من نفسه وإنما يأتي من الله جل وعلا سبحانه وتعالى. شأن الهدى، شأن الهدى هو شأن النور في الظلمات الحوالك، تخيلوا لكل قرآن ما نزلش وبقيين الناس في الضلال والعمى من زمن سيدنا عيسى إلى الآن، شيء رهيب جدا حقيقة، سبحان الله العظيم، الإنسان ما يتأمل هذا الأمر ويعيش نفسيا خفقة خفقة، يضيق صدره، صدرك يضيق، لو قدر لك أولي والحمد لله على نعمة الله أنك تعيش قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، مأساة، الدين الحق ضاع قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان الدين الحق ضاع، ضاعت التوراة حرفوها اليهود، ضاعت الإنجيل حرفوها النصارى، ما بقي في الأرض بصيص نور ولو نقطة، وإنما رهبان يعبدون الله جل وعلا على شيء من العلم وجهل كبير، شيء من العلم قليل وجهل كبير، ذلك أنهم حرفوا حينما حرفوا وقبل الله منهم بعض التحريف في العبادات، غادي نعطي عليه الدليل من القرآن الكريم بحول الله، العقيدة طبعا إلى التحرف فيها شيء حاجة مشاو، الذين قالوا إن المسيح ابن الله مصيبة، أو الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة مصيبة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة،
وقالت النصارى المسيح ابن الله. التحريف الذي حصلوه في العبادة هو قوله سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم قال هذه الإشارة اللطيفة العجيبة فما رعوها حق رعايتها. يقالوا ما يتجوجوش وما يديروش وما يديروش وينقطعوا العبادة. رهبانية ابتدعوها بدعة ما كتبناها عليهم. طيب ها هي نشوف واش درتوا فيها. فما رعوها حق رعايتها. حرموا الزواج وتعاطوا للزنا. هو هادو راه باقين عبر التاريخ إلى الآن يحرمون الزواج ويعيشون في الأديرة والكنائس ومن الحين لآخر تنشر الصحف فضائحهم في كل أشكال الشذوذ والعياذ بالله. فما رعوها حق رعايتها. فهؤلاء الرهبان ممن ثبتهم الله على الحق بقي بعضهم إلى بعيد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكروا في قصة إسلام سلمان الفارسي. هما اللي كانوا كيعلموا سلمان الفارسي وكانوا على رهبانية تهما ابتدعوها ما كتبنا عليهم ولكن من الذين رعوا حق رعايتها لأنه كانوا الأغلبية فما رعوها والله تعالى حكم بالغالب ولكن بقي منهم قليل من أهل الخير على ضلال ولكن لهم بصيص من العلم ويقرؤون في كتبهم أنه قد أظلهم زمان نبي يبعث. وبهذا أخبر سلمان الفارسي حينما قدم المدينة فوجد ما قالوه حقا وما وصفوه من بلدة ذات انخلات وكذا وكذا وهو وصف المدينة وجدوه حقا. إذن حال الدين قبل البعثة إنما هو الظلام بل ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. السلام والعافية. حقيقة تخيل الله تعالى عيشك في تلك الفترة وقبل أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام ميت. يا ربي السلام يا ربي السلام. حقيقة ضيق شديد. أو أن القرآن لم ينزل أصلا وبقي الناس في العمى وكلف الله الناس بالبحث عن الحق بما فطرهم عليه من الحق لأن الحق رحنا مفطورين عليه ولو لم تكن رسول وحاسب الله جل وعلا الناس على فطرهم لأخذهم بذلك وهو قوله سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قال لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فلذلك إذن ومشي المعنى بالكلام اللي كيقول المعتزلة الإنسان مكلف بعقله لا إطلاقا لأن عود معرفة الحلال ومعرفة الحرام لا تقع بالعقل إطلاقا وإنما هي بالشرع على منهج أهل السنة والجماعة لا شك في هذا. ولكن نقول فطرة الإنسان مسلمة كل مولود يولد على الفطرة والتحريف كيجي من بعد فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولكن رحمة الله كبيرة رغم أنه طبع الفطرة على الإيمان أمدنا بالرسالة ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول باش كاع ما بقاش تزيد الهضرة. حقيقة فعلا. وهذا من وصف الله ومن اسمه الرحمن الرحيم من رحمته الواسعة بعباده أن بعث فيهم رسلا مبشرين ومنذرين مبشرين بما عند الله من نعمة ومن رغد ومن خلود في الخير ومنذرين بما عنده من عذاب أليم نعوذ بالله من العذاب الأليم. في الدنيا قبل القرآن ظلام ظلمات ثم جاء القرآن جاء نورا يشرق من السماء من عند الله عز وجل ويمتد في الأرض خيوطا في كل مكان فمن أخذ بها أبصر ومن لم يأخذ بها بقي في الظلام. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. عجيب. ولكن جعلناه نورا والنور لا يكون له آثر إلا في الظلمات وإنما الظلمات ظلمات الجاهلية والفتنة. رحم الله محمدا إقبال في كلمته اللطيفة تجلي النور فوق الطور باق فهل بقي الكليم بطور سينا. هذا بيت رمزي يعني تجلي نور الرحمن على طور سينا الذي يقصد به الشاعر ها هنا المسلم يقصد به الوحي باقي هو القرآن. تجلي النور فوق الطور باق فهل بقي الكليم والكليم هو كليم الله موسى وإنما يرمز به هنا للإنسان الذي يتلقى الرسالة أي إنسان أنا وأنت. فهل بقي الكليم بطور سينا لأن طور سينا في هذا المثال كما هو في القرآن هو موقع التلقي عن الله في قصة موسى في كلامه لربه
نحن لسنا في موقع التلقي، هذه المشكلة. الآذان ديالنا مسدودة والأعيون ديالنا مغشي عليها، والدليل على ذلك أن النور بين أيدينا جميعا وبدون استثناء، بل بين أيدي جميع البشرية، ما كاينش شي واحد في الأرض اللي النور ماشي قدامه، ولكن قليل من يبصر. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظرون ولكن ما كيشوفوش، وهم لا يبصرون. قرآن عجيب الحقيقة. لو سألت شخصا وأعطيته المصحف تقول له شنو هذا؟ يقول لك القرآن. ايوه، من بعد القرآن، القرآن صف هذا حده، ذلك مبلغهم من العلم. هذا القرآن إن لم ترى فيه بصيرة الحق، وأنه بمجرد ما تفتحه تنعكس أشعته وأنواره على عينيك، فإنك لا تعرف القرآن. معروف أنه في فيزياء العين أن العين ما كتشوف حتى كيضرب فيها الضوء. يعني زمان كانوا كيقولوا بأنه كانوا كيتوهموا بأن العين هي كتخرج الضوء بحال الشكل ديال الضوء ديال الطوموبيل، وهو غير صحيح طبعا، وإنما أشعة اللي موجودة في الكون هي كتضرب لنا على عينينا وحنا نشوفه. فكذلك القرآن يسلط نوره على الأعين فتبصر، ولكن بشرط تكون الأعين ما فيهاش الغشاوة، وإلا تكون تطبق عليهم الآية. مثل هذه الآية التي ذكر الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كمثل قوم في كهف تحت الأرض، هل شي قوم ضلوا بشي كهف تحت الأرض بحال الناس اللي كانوا كيتوضروا في حبس قارة بكري، جلاو في خنادق ومسالك من الظلام، مسالك كلها مظلمة بعضها يؤدي إلى بعض، ولا يدري الإنسان أفي شرق الأرض هو أم في غربها، تال ضال في الظلمات. كذلك الإنسان قبل الوحي، هكذا وضع الإنسان، وعند نزول الفتنة أيضا، وهذا زمان الفتنة كما في حديث الفتن التي تمر على الأمة كقطع الليل المظلم، تدع الحليم منكم حيرا، وفي حديث هل ترون ما أرى إني أرى مواقع الفتن خلال منازلكم كمواقع القطر. وكل هذه الأحاديث صحيحة سبقت خريجها في مجالس شتى من هذه المجالس المباركة. الناس هل شي قوم في منجم كبير تلفوا فيه، ما عندهم من نور اطلاقا، وإنما هم في ظلمات، وهذا المنجم أو هذا الكهف مسالك دروب تحت الأرض كلها ظلمات، يبحثون عن شيء واحد هو الخروج من الظلمات. السعيد منهم من عثر على خيط نور، اللي سعيد منهم هو اللي بقى غادي في ديك المسالك، هو يلقى واحد الخيط ديال النور، واحد نقيطة حل الشعرة ممتدة على جدار أو على هواء ديال النور. معنى ذلك ماشي لقى النور، وجد أسباب النور أو شعرة من النور، إذا أخذ بها شد في ديك البركة ديال النور اللي لقى وتتبعها وصل قطعا إلى مخرج، لأن هذا النور دليل قاطع على أن الشمس مشرقة. ها واحد كاين إذن نور كبير، الشمس مشرقة، وعلى أن مصدر النور متجه إلى خارج الكهف، ما يمكنش النور يطلع من الظلام هكاك. اختلف الناس حول ذلك الخيط من النور، قوم قالوا لا ودير الطريق منين جينا، راه كاين من هاد الجي، وكنسمعوا الحس من هنا، أوهام وتوهيمات إبليس تزيد تجليهم في الظلمات. والاخر كيشوف النور بعيني، ما يسمع حتى الهضره اخرى، ما يقول له لا راه سمعنا الحس من هنا، ولا راه كاين شي اثر ديال بنادم من هذاك الشيء، كله ما يعمرلوش راسه لانه يرى بعينه النور. واش يخلي البرهان، والبرهان في العربيه هو شعاع الشمس، برهان يخليه وهو يبصره والامل كله عليه، ومشي يتبع الهضره ديال الناس في الظلمات، هذا غلط. ولذلك المؤمن الكيس الفاطن، ولا يكون المؤمن إلا كيسا فاطنا، يشد في ذاك الخويط ويتبع يتبع يتبع غادي يخرج. فمن تبع هداي هو هذا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يطمئن قلبه سبحان الله في الدنيا قبل الآخرة إلى أنه يصل، ولذلك تحصل له الطمانينة الكاملة بمجرد حضور ملائكة الموت. هو في الدنيا بين خوف ورجاء، من راع تغلب عليه الرحمة الإلهية رجاء في الله ويفرح بالله، ومن راع يغلب عليه الخوف فيخشى لا يقبل عمله، فهو بين خوف ورجاء يتوازن كالطير حينما تتوازن أجنحته في تيارات الهواء في الفضاء، طائر غادي إلى الله جل وعلا. ولا بد له من هذين الأمرين، كما أنه لا بد للطائر من جناحين كما قال ابن القيم رحمه الله، جناح الرجاء وجناح الخوف،
يسير بهما إلى الله جل وعلا حتى إذا أدركته الوفاة فعندها، يعني قبل ما يسلم الروح، يرى كمال الحق فينزل عليه أنئذ السكينة والطمأنينة الكاملة، وتبشره الملائكة بمنزله من الجنة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تبع غير تبع الخير. فلذلك هذا القرآن الذي بين يديك هو برهان الله في الأرض، هذاك الشعاع ديال النور الرباني جاي من عند الله لعندك أنت. تريد أن تصل إلى الله، شد في هذا الحبل النوراني، وهو الحديث الصحيح الذي ذكرته مرارا، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى نشهد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: أبشروا أبشروا، إن هذا القرآن سبب، أي حبل، كما ورد في رواية الطبري وكلاهما صحيح الإسناد، إن هذا القرآن سبب، طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بيد من أمسك به منكم. وقال: فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا. ما عمر لي شد في كتاب الله، شد في النور اللي جاي من عند الله، ما عمره ما توقع لجوز المسائل، ما عمره ما يتلف، لن تضلوا، وعمره ما يهلك، أي لن يخسر إيمانه ولن يخسر آخرته، والأمة بأجمعها لن تهلك في الدنيا. أيضا النصر الدنيوي المبين، لو أن الأمة أخذت بكتاب الله حقا لا نصرها الله في الدنيا أولا، وكان مآلها في الآخرة إلى النعيم المقيم. فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا، يعني ما تمسكتم به بعده أبدا. وفيه روايات كثيرة كلها صحيحة الإسناد بحمد الله، في وصف كتاب الله بالحبل وبالنور الممتد من السماء إلى الأرض، من عند الله إلى عند الإنسان. المشكلة فينا نحن، فهل بقي الكليم بطور سينا؟ تجلي النور فوق الطور باقي، نور الله لا يزال متدفقا إلى الأرض إلى الناس، وتلك حجته جل وعلا عليهم إلى يوم القيامة. فمن يبصر هذا الحق؟ اطرح سؤالا على نفسك، هذا كتاب الله بين يديك، ها المقدمة ديال السؤال. قرآن هو هذا كلام الله اللي تكلم به من الوحي الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام، هو هذا. الناس كيدخلوا الجنة بهذا، وكيدخلوا النار بهذا، لا يدخل الجنة ممن دخلها إلا بإيمانه بالقرآن، ولا يدخل النار ممن دخلها والعياذ بالله إلا بكفره بالقرآن كله أو بعضه. كفر بالقرآن إما كفر عقدي أو كفر عملي، لأن القرآن أمر ونهى، فهل ائتمرت وانتهيت؟ ولذلك قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. والكفر المقصود هنا على رأي الجمهور هو الكفر العملي، أي أنه في عمله يشبه عمل الكفار. كيف إذن تكون الآيات لك بصائر إذا كان هذا القرآن هو الحق الذي ليس بعده حق، ليس بعده إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ صلى الله عليه وسلم. وكل شيء بعد القرآن هو من القرآن وإلى القرآن من الهدى، يعني اللي يجيك البالك من السنة ومن الخير ومن هو من القرآن وإلى القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكلم في السنة حينما تكلم من مشكات النبوة، من جهة من جهة القرآن الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولم يكون فعله ولا قوله ولا تقريره إلا بيانا للقرآن عليه الصلاة والسلام، سواء كان في الصلاة أو في السرى أو أنشاء أحكاما أخر، فالإنشاء أيضا من السنة ليس إلا بيانا لمجمل القرآن. القرآن إذن هو المحور، هو بؤرة النور، كل النور، فمن أخطأه أخطأ النور كله، ومن أصابه أصاب النور كله. كيف تبصر بالقرآن؟ هذا السؤال. إذ قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. أريد أن أعرف كيف تكون الآية هادية لي، تخليني نشوف النور ديالها ونتبع. كيف؟ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف أحصل لنفسي هذه الطمأنينة من عدم الخوف وعدم الحزن وعدم اليأس من نعمة الله ومن هداه ومن خيره العميم؟ ذلك سؤال للتدبر، سؤال للتدبر. واجب علينا كل واحد فعلا يشيل هذه الآية والغيرها من القرآن، سير الفاتحة
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. هذا هدى الله في هذا القرآن كله وفي صوره وفي آية، آية واحدة نافذة عظيمة تفضي إلى كون عظيم من آيات الله الكونية. حاول أن تبصر فيها نفسك، حاول تشوف في هذه الآيات أي آية، خذ ما شئت من القرآن، فالقرآن كله خير وكل آية تفضي إلى أختها. حاول تشوف فيها نفسك أنت، وتشوف فيها البيئة ديالك والمجتمع ديالك والأحوال ديالك كلها. عندك مشاكل قطعا قلب على ذيك المشاكل في الآية، قلب عليها في الفاتحة، في سورة الإخلاص، في سورة الفلق، أو في سورة الناس، ماشي قطعا ستجدها. أتوجد هكذا تتكلم عليك أنت وعلى حالتك أنت، وتتكلم عن كل حال من أحوال الناس. أدرى القرآن عند يمشي يسحب لشي واحد زمان القرآن راه تتكلم على واحد القضية في التاريخ دازت، أو تتكلم غير على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما عندوش علاقة بالناس، أو تتكلم على واحد الحالة معينة فقط ما عندهاش علاقة بالآخرين. حتى ولو تحدث عن الكفار وعن المنافقين فابحث عن نفسك ها هنالك، ماشي باش تقول أنا كافر، لا، لأن الكفر مرض ولأن النفاق مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، مرض. ولذلك من الآيات الإبصارية أن يبصر الصحيح السليم المرض من أين يأتي، فيتخذ له من الإجراءات الوقائية ما يكفي لأن يصبح جسمه محميا منيعا، مناعة منيعا لا يدخله المرض. ولذلك إذن ونحن نعيش في زمان الفتن تتلاطم فيه أمراض الكفر وأمراض النفاق وكل البلايا تقطر على منازلنا كما وقع القطر كما في الحديث، لا شك أن مثل هذه الأدواء تأتينا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا. فالمؤمن إذن القرآن كله يهمه وآيه جميعه يعالجه ويداويه. خليك حتى أنت تعاني فعلا، نراه واجب علينا أننا نعانيه مع الآيات، نتمحنوا معها شوية، هي ماشي محنة مادية ولكن خليك تحس بالهم، خليك تحس بالهم. أنا يعجبني الإنسان يجي يسول كيف أعرف الله جل وعلا، ما يمشيش يسول على سفاسف الأمور كما يسأل بعض الفتية الضالين، سول على فلان وفلتلان، هذا ضلال وهذه فتن. بل سل عن نفسك وعن ربك، فإذا سألت عن نفسك فسل عن ضعفها وهمها وغمها كيف تجد له دواء في صيدلية القرآن، وإذا سألت عن ربك فسل عن المسلك الذي يوصلك إليه إن كنت من العاقلين. أطرق هذا الباب في القرآن، وأي آية إذا طرقتها بصدق يفتح الله لك أبوابها. فلنعالج جميعا هذا المعنى في قول الله جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. كيف ندير نتبع الهدى ديالو، بل كيف أبصره باش نتبعه، كيفاش نشوفه باش نتبعه. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الذي نريد، أنا في حاجة إلى هذا الجواب، لأن الجواب ما غاديش تلقاه في كتب التفسير وما تلقاش عند العلماء، وإنما تجده في قلبك بشرط أن تصدق الله في طرق الباب. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.